فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شاب يقول: أنا أعاني وقد تعبت من العادة السرية، هذه المعصية، فما نصيحتكم لي في ذلك؟ يقول: أنا شاب قد تعبت من هذه العادة السرية التي هي معصية، فما نصيحتكم لي في ذلك؟ نصيحتنا أن تتركها، تعزم توكل على الله وتتركها. إذا كان عندك غلبة شهوة تزوج يا أخي، إذا كنت تستطيع تزوج، وإلا استعمل الصيام كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.